السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين على القسم 7 المغناطيسية، تأثير هول، مدونة لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات. نقرأ المسألة مع بعض وبتجيب ورقة وقلم. يوضح الشكل رسما تخطيطيا لتركيب معد لقياس تأثير هول باستخدام طبقة رقيقة من أكسيد الزنك، كثافته 1.50 ميكرومتر. تبلغ شدة التيار الكهربائي I المار عبر الطبقة الرقيقة 12.3 ملي أمبير، ويصل جهد هول إلى -20.1 ملي فولت. عندما يؤثر مجال مغناطيسي مقداره 0.9 تسلا عمودياً على التيار المتدفق. طلب ما ناقلات الشحن في الطبقة الرقيقة. تلميح: يمكن أن تكون الناقلات إلكترونات شحنتها سالبة، أو فجوات إلكترونية، يعني إلكترونات مفقودة شحنتها موجبة. بسبب القوة المغناطيسية يتم تجميع حاملات الشحن على الحافة المرئية للعينة. نظراً لأن جهد هول سالب، فإن حاملات الشحن هي ثقوب. خدها قاعدة. طلب بي احسب كثافة ناقلات الشحن في الطبقة الرقيقة، يعني بده N كثافة حاملات الشحن، يعني N. نجيب معادلة هول أو تأثير هول أو جهد هول، بده N. N احنا بنعرفها كثافة الإلكترونات، هي كثافة حاملات الشحن. حاملات الشحن قد تكون إلكترونات أو قد تكون ثقوب، حتتعرف عليها بالفصل الدراسي الثالث. إن وتساوي التيار في المجال المغناطيسي على جهد هول في شحنة الفجوة، اللي هي تعادل شحنة الإلكترون في سمك الطبقة. بنعوض هذه مقدار التيار 12.3 ملي، الملي بادئة مقداره 10^3، وهذه المجال دلتا في 20.1 ملي فولت، الملي 10^3. ممكن تسألني ليش ما حطيت السالب تبعية الجهد؟ السالب عطاني هذا الجواب، إنه حاملات الشحن هي ثقوب، وقد بيكون جهد هول موجب حاملات الشحنة هي إلكترونات. عندما ما بيكون جهد هول سالب بيكون حاملات الشحنة ثقوب. والشحنة أخذناها هنا كمان كمقدار، وبنحسب بيطلع عندك هذا الرقم هول أو ثقب على متر مكعب. في رعاية الله، ولا تنسونا من التشجيع والدعاء.